لا واضح انه في تفاهم كبير. والله الست هدى جوها عجب. الله يعينك يا ناصر. الله بالعكس من الصبح عم نستناكم، من الصبح عم نستنى وجودكم. احنا كتير 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 متحمسين الصراحة، لانه اليوم عنا ضيوف من الطراز الرفيع، ضيوف بحبوا الحياة. من اول ما وصلوا على الاستوديو وانا ونادية عم نضحك لاول مره، مش احنا اللي منضحك ضيوفنا ومنحاول نخلصهم من التوتر، هم اللي ريحونا واعطونا طاقه ايجابيه. هدفنا اليوم مش ان نخليكم تحزنوا او تشفقوا، هدفنا نفرجيكم قديه ممكن يكون ظرفك صعب ولكن انت متمسك بالحياه ورافض فكره انه الناس تشعرك بانه بسبب إعاقة معينة أو بسبب قصر قامتك أنت ما بتستحق تعيش وما بتستحق تحب. في عيد الحب عم نستضيف السيد ناصر وزوجته السيدة هدى. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. الله يسعدك. أنتوا تحديتوا العالم، تجوزتوا الحمد لله. الحمد لله لكم سنتين متجوزين والعلاقة بينكم يعني حسب ما شفنا هلأ إحنا بدقائق معدودة علاقة فيها انسجام، فيها تفاهم. أي نعم هدى يعني ما شاء الله عليها ما خلت له ستر مغطى، بس أهلا وسهلا فيكم هدى وناصر. العام وإنتم بألف خير يا رب. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك يا رب. أستاذ ناصر بدنا نبدأ معك. تفضلي. أول مرة شفت هدى فيها وين كنتوا وشو حسيت وكيف قررت انه بدك تتجوزها لهدى؟ انا اول كنت بالماكسيمول، كنت اشتغل بالالعاب مع العاب. نعم. وهيك شغلات وهيك بيجوا بجيبوا الاطفال ومع اطفال وهيك في عالم عائلات وهيك بيعملوا انشطه ترفيهيه. اجي في وحده قلت لها اعتبري لي عروس. قالت ان شاء الله ماشي. يوم من الايام قالت والله دبرت لك عروس اخترت رقم. دبرت لي اول شيء وحده طويله. ما كل يوم قال لا فكر وهيك كل الناس فكرت قالت لي ما بدي اتجوز. قلت لها ليش؟ قلت لها عادي. راحت عليها صح؟ راحت عليها. والله راحت عليها. بعد فتره خبرت علي عن هدى. قالت لي كيفك منين انت؟ شو بتشتغل؟ شو بتساوي؟ شو يعني المره بدها تسال شو بتشتغل شو بتساوي؟ عندها فضول يعني. حبيتها. الحمد لله حبيتها. قلت لي بعت لي صورتك. قلت لها ماشي. هاي بعت لها صورتي وهيك. قلت لي يا الله شو حلو. هاي والله شفت قليل عيون. شفت لمعه عيونها وهي بتسمع القصه. على فكره للمعلومات بس الاستاذ ناصر متجوز قبل تنتين مظبوط. وهالدوشة الثالثه ما بتخاف يتجوز عليكي رابعه؟ لا 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 ما تسكتي له. انت ما بنخاف عليكي قولي. ما بخاف. طب هاي احلى جيزه. الحمد لله. يعني مع هدى انت مبسوط اكثر من الستات اللي قبل؟ بكثير ما شاء الله. ما شاء الله بلا علي وكل شيء وصغار كمان. هدى غيراني انه قاعدين جنب بعض تحياتك. طيب ننتقل لهالدوشه الحلوه. يعني علاقه الزواج تعمل نوع من هيك الدفء، الواحد بخاف يضل وحيد يمكن. مزبوط. الوحده بتخوف الواحد. طيب بدي أسألك بالمجتمع، بمجتمعنا بتلاحقكم دائماً نظرات غريبة ما بين الشفقة يمكن، ما بين السخرية، ما بين الضحك، لأنه أي شيء مختلف إحنا بالنسبة لنا غريب. كيف تتعاملوا مع هذه النظرات؟ ولا صار المجتمع أكثر وعياً؟ صرت تحس إنه الناس بالعكس يعني بتعاملوا بصورة طبيعية أو بشكل طبيعي؟ في هم أقول لك يعني هم بيلاقوا إشي غريب يعني إشي غريب فبتطلع علينا إشي غريب. نعم. بس إحنا ما بعرف بحس هنا استمتاع حلو يعني. إحنا كيف بدي أقول لك تعرفنا على أخزام. نعم. عائلات تانية. نعم. فصرنا زي عائلة كاملة. عائلة كبيرة ممتدة. قصر. نعم. نعم. فعادي بفتخر بحالنا لما نطلع ونيجي ننبسط كتير. بس الناس هي لها نظرية بتستغرب يعني كيف هدول متجوزين يا الله. بس تعرفي شغله ست هدى بدي احكي لك اياها انت والاستاذ ناصر.
انتوا عندكم ثقة كبيرة وعالية بالنفس لدرجة انه ما حدا بيقدر يوصل الى دواخلكم. مزبوط. هاي نعمة الحمد لله. واحنا ايضا فخورين فيكم. والله. واحنا اليوم كنا حريصين نجيبكم على الاستوديو حتى يعني حتى نحتفل معاكم بقصة هذه الصح اللي تكللت بنجاح. اكيد بتغاري عليه نسوانجي هو. انا لا طب ست هدى بدي اسالك لانه كنا عم نحكي تحت الهواء انه هناك نوعين من الاقزام. في النوع الاول اللي هو بيكون وراثي جينات بسبب احد افراد الاسره، وفي النوع الثاني اللي نتيجه طفره جينيه بتصير او حادث بيصير مع الطفل فبالتالي بتوقف النمو او ممكن انه يكون عنده قصر حاد في القامه. انت قلتي لي انه والدك كان مرتبط بسيده طويله. والله اصير. وانت الوحيده اللي اخذتي هاي الاعاقه الحركيه. منه باوقات يمكن وانت بعمر اصغر كنتي لما تشوفي اخواتك مثلا طولهم طبيعي كنتي تشعري بالضعف؟ يعني احنا ليش بدي اسالك هالسؤال عشان في ناس يمكن هلا عم بيعيشوا هاي المرحله ومش عارفين شو يعملوا. مزبوط. بالفعل انا لما كنت صغيره كنت كثير يعني تعبانه. تتضايقي كنتي؟ كنت كثير يعني من حوالي الناس مدارس كثير كثير يعني كنت انا تعبانه. وكيف قويتي حالك؟ كيف قدرتي تتخطي هاي المرحله؟ قويت حالي الصراحه دخلت على إعاقة حركية. لعبت رياضة. ولما شفتهم كيف بمشين حياتهم، كيف على العربيات، كيف يعني بمشيش، وأنا لسه بمشي الحمد لله. الحمد لله. لقيت حالي إشي الحمد لله أحسن يعني عن غيري يعني. طبعًا يعني هي الحياة نسبية والواحد نظرة غير نسبية. ورحت لعبت وجيت وسافرت فلقيت استمتاع حلو كتير يعني. ما بعديها انبسطت على حالي، ما يعني أقول لك لو الله يعطيني خلفة بحب إنه يبكى قزم. شوفي كيف يا رب كيف ان شاء الله بيجيكم بقبول الحاله. طيب انا قبل ما انتقل لناصر بدي اسالك كمان نفس السؤال اللي رهف سالته للست هدى. رح اسالك سؤال هلا يمكن غريب فيه خليط من المشاعر هلا خطر على بالي. هلا الست الوالده والدتك توفيت طبعا الله يرحمها والله يرحم والدك كمان. الله يسعدك. احنا انا جدا يعني اقدر الاشخاص اللي الحب عندهم يتخطى كل العقبات والتحديات. هي امرأة يعني طبيعية الجسم وقررت أن ترتبط بشخص يمكن يعاني من قصر القامة لأنه هي حبته بغض النظر عن الظرف. مزبوط. أنت بتقدري لهذا الإشي ولا بتلوميها ضمنيا؟ لا بقدر. ما عمره حسيتي أنت بمرحلة من المراحل أنه أنت ليش هيك عملتي فيه؟ لا ابدا. لا شو حلو هذا الشعور. كانت تحبه لابوك؟ ابوي كثير ما اكيد ما فيش طبعا غير حب عظيم. بعدين لا يعني انه ما كنت متضايق انه مثلا ليش طالعه لا زي ابوي. هاي فكري ابدا. لا 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 بدي ازقف لك هالدوشه. بدي ازقف لك هالدوشه الحلوه. كل فتاه بابيها معجبه زي ما بيقولوا. طبعا. وانت لك الاب بيحبوه. لا هو يعني قصدها كل شيء وهيك طبعا. ولا وانا بتعرف شو كمان نقطه كثير مهمه حكتها الست هدى انه الانسان لما بيشوف مصيبه غيره بتهون عليه مصيبه. انت وضعك مختلف استاذ ناصر. انت تعرضت لحادث وانت طفل. خبرنا القصه استاذ ناصر. كنت صغير وهيك بس ما كان في طب عربي ايام زمان ولا في دكاتره ولا طبعا كان ايامها بيساووا مع شو اسمه بيجيبوا هي العلاجات الطبيعية والكاسات المي وهاي. قال لو جاب لي من الزمان كان مش حلو بس ما مش بس في يعني انت مش مبسوط على حالتك هيك؟ انت مش مبسوط انك قصير؟ الحمد لله. هو مكيف عشان اتجوزك. كان ما تجوزنا الحمد لله. كان ما تجوزنا بس نصيب سبحان الله يعني. استاذ ناصر كان عم بيخبرنا تحت الهواء بانه خالته كانت عم بتلعبه وهو صغير فوقع على العمود الفقري. كانت الاصابه شديده فانكسر العمود الفقري فهذا الموضوع يعني ادى الى توقف نموه. يعني هي بسبب خطا جسيم من شخص ولكن هو ما عندهم طفره جينيه بالعائله. كثير مبسوطين فيكم. كثير والله مقابله يعني فريده من نوعها. وانتم اشخاص طيبين ومميزين ونتمنى لكم كل خير. سمعنا هدى طبخك زاكي. تطبخي؟ والله. شو بتطبخي؟ مناسف وكذا؟ لا بطبخ كل شيء يعني الحمد لله. مثلا طبخنا مثلا هاي مقلوبة. اوزي. اوزي زاكي الاوزي. انت شو اسكى اكله بتحبها من ايدين هدى؟
انا احب شو اسمه المنسف. المنسف حلو حلو المنسف. شو اسمه شنينه يا سلام. شنينه والله انا ونادي ما بنعرف نطبخ، لازم هدا تعلمنا. خلص تعطينا تعطينا دورات. تعطينا دورات. طيب هدى، بدنا كلمه منك للاستاذ ناصر بعيد الحب بعد سنتين من الزواج، شو بتقولي له؟ الله يطول عمره، وانا يعني الحمد لله بحبه كثير يعني. الله يخليكم لبعض. بضل الي يعني جوزي. يا شو حلو، بضل الي جوزي. انت شو بدك تقولها؟ كمان بهنيك بعيد الحب، وان شاء الله نضل مع بعض على طول يا رب، وان شاء الله يعني ما في مشاكل او شيء، وان شاء الله يعني نروح ونجي هيك ونحب نعيش بعض. الحمد لله حبيبي. راح تعيشوا والله انكم بخير، راح تعيشوا وتنبسطوا، لانه احنا حبينا اليوم نقدم لكم رحله على اسطنبول. عمركم رحتوا على تركيا؟ لا والله. انت رايح بالزمانات صح؟ انا من زمان قديم، بس انا ما انا وياه يعني لسه ما رحتوا انت وهدى. صبرنا بدنا نروح انا وياه. بدكم تروحوا شهر عسل منا عربون محبه على اسطنبول ان شاء الله. عمان اسطنبول، اسطنبول عمان. وكمان في عنا هدية تانية صحن الدوشة لكم كمان هدى وناصر، مجموعة جوائز من جيفت سنتر كمان، هيك مجموعة جوائز حلوة. انتو شرفتونا ونورتونا. الله يسعدك. برجع بكرر، احنا اليوم استضفنا هدى وناصر حتى نحتفل بقصة الحب، وحتى نثبت بأن المستحيل مش موجود في قاموس الحب. حكاية تكللت بالنجاح. بنتمنى لكم سنوات طويلة يا رب حبيبتي. الله يسعدك. من الدفء ومن الحياة الزوجية السعيدة. الله يسعدك. كل عام وانتو بألف خير. وانت بخير. الله يسعدك. وصلنا فيكم كثير حبيبتي. الله يسعدك. شكرا حبايبي. نتمنى كمان انكم تعتبروا انه لكم اخوات اسمهم نادية ورهف. صح. بأي وقت بتحتاج أي شيء، إذا حابين عندكم مشروع، فكرة، بتدوروا على شغل، شو ما كانت الفكرة، أو حتى إذا عاملين منسف وحابين تعزمونا برضو بنتشرف. شكرا كثير لوجودكم. كل سنة وأنتم سالمين. شكرا على الحب اللي أعطيتونا إياه اليوم أنا ونادية. شكرا لكم. وعلى فكرة ناصر هو بيشتغل ولكن زي دوام جزئي، فإذا في أي شخص عم بحضرنا أو عم بسمعنا عنده يعني فرصة عمل للأستاذ ناصر، هو زلمة شغيل جدا كثير، يا ريت تتواصلوا معنا بالإذاعة، وإحنا أخذنا أرقام تليفوناتهم. شكرا يعني. شكرا لكم. شكرا كثير كثير. نورتونا حبايبي. الله يخليكم. طول بعمركم. شكرا. صح 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 صح